مساء الخير. نهار اليوم ارتفعت درجات الحرارة وسادت أجواء حارة وبلغت العظمى في عمان 37 درجة مئوية. حاليا الأجواء حارة، درجة الحرارة الآن 31 درجة مئوية. هذه الليلة تستمر الأجواء حارة لتصل درجة الحرارة إلى 24 درجة. أما نهار الغد تكون الأجواء حارة في أغلب المناطق لتصل درجة الحرارة نهارا إلى 38 درجة مئوية. نستعرض الآن درجات الحرارة الدنيا لهذه الليلة والعظمى ليوم غد، ونبدأ بإربد. هذه الليلة 25، رأس منيف 22، غدا ترتفع إلى 33، جرش أجواء حارة 42، وصلت 37 درجة. الزرقاء 26، هذه الليلة مطار ملك علياء 19، غدا ترتفع إلى 40، غرب عمان 38، وصويلح 35 درجة وأجواء حارة في أغلب المناطق. مرج الحمام 23، مادبة 22، وادي الموجب 29، غدا ترتفع إلى 41، الكرك غدا 37، غور الصافي 47 درجة مئوية. الطفيلة هذه الليلة 27، الرشادية 24، معان 23، غدا ترتفع إلى 39، والعقبة 44، ووادي رام 43 درجة مئوية. إرويشت 25، والصفاوي أيضا هذه الليلة 25، غدا ترتفع بالصفاوي إلى 41، والأزرق والجفير 42، وأجواء حارة. إذن غدا نهارا أجواء حارة في أغلب مناطق المملكة، لتسجل العظمى في عمان 38، تنخفض ليلا إلى 23 درجة. يومي الثلاثاء والأربعاء يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسود أجواء ربيعية، لتصل درجة الحرارة نهارا إلى 28، تنخفض ليلا إلى 12 درجة مئوية.